الغش كيفاش صرا؟ هذا لاطات تاعو هاي لك لاطات الاولى هاي تخلص دو جانفي 2021 كيما اللي لقيناه لهي واش يدير يدير لنا لي تيكتاج واحد اخر ويزيد يمدد له في المده اللي ما عندوش ماشي مصحيح هذا يعتبر غش ها هو واش ولا ولات درك هذه ولا فيفري 2022 الحجز والتشميع بيان سير ادعاء المعني ومع المتابعه القضائيه اطار محاربه الممارسات التجاريه الغير ناسيها وحفاظا على الصحه العموميه وحمايه للمستهلك قام بتاريخ 25 من شهر مارس سنة 2021 أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بتيارة بتوقيف مركبة على مستوى الطريق الوطني رقم 23 وبعد تفتيشها تم حجز 20 قنطار من مادة العنب المجفف تفتيش المحل التجاري وكذا المستودع الخاص بتاجر الجملة أين تم ضبط 490 كيلوغرام من مادة العنب المجفف المنتهية الصلاحية مع قيام التاجر بإلصاق قصاصات لتمديد تاريخ الصلاحية وحجز ما يزيد عن 111 كيلوغرام من مادة الكاشير لعدم احترام شروط الحفظ والتخزين و4 كيلوغرام من مادة الزيتون الفاسد مع أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشلغم العيد رفقة مفتشي مديرية التجارة مخزنين غير مصرح بهما لدى مديرية التجارة حيث أسفرت العملية عن حجز أولا 22 ألف لتر من زيت المائدة علامة سيفيتال بالإضافة إلى 843.78 قنطار من سكر أبيض علامة سيفيتال وكذلك 29.40 قنطار من مادة مارغرين لابيل و112 قنطار من مادة مارغرين الباريسية للتوريق بالإضافة إلى 7 قناطير لوبيا جافة بيضاء.